ترى أنني لا أستطيع الليلة أن أتحدث في هذا الموضوع، فلا زال قلبي مليئا بالأسى والحزن، لأن مصر قد فقدت شيخا كريما وفقيها أصوليا، بل وفقد العالم الإسلامي قلما نزيها شريفا طالما دافع عن الحق. لقد فقدت الأمة الإسلامية الشيخ المبارك والداعية المسدد والإداري الناجح فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يزيد في إحسانه، وأن يتجاوز عن سيئاته. سامحوني فأنا لا أستطيع الليلة أن أتحدث في موضوع بخلاف هذا الموضوع، على وعد إن شاء الله تعالى أن أتناول قضية التبرج والحجاب في محاضرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هكذا الحياة، هذا هو عنوان محاضرة الليلة، هكذا الحياة. أرحام تدفع وأرض تبلع.